من مدينة نصر وختام بطولة محمد عبد الوهاب نروح لمركز شباب الجزيرة وافتتاح بطولة أيضا باسم محمد عبد الوهاب. نروح نشوف التقرير ده مع مدربي أكاديميات النادي الأهلي. يمكن النهارده الحدث الاول اللي حصل النهارده انه يحصل بطوله بحجم البطوله دي بكميه الفرق اللي موجوده. احنا عندنا 40 فرقه مشاركه ما بين انديه واكاديميات. دي كانت تغليدا طبعا للنادي الاهلي، دايما رمز الوفاء والعطاء، عمره ما بينسى اولاده طبعا، وده كان اقل حاجه ممكن النادي الاهلي يقدمها لابنه طبعا كابتن محمد عبد رحمه الله عليه. دي كانت يمكن حتى كانت الفكره ان احنا كنا عاملينها في ميت نصر، انما نخرج بره النادي بره نطاق النادي طبعا دي كانت صعبه جدا. بس بصراحه مع كابتن شطه بصراحه ومدير جهاز الاكاديميات ولجنه التخطيط بصراحه رحبوا الفكره جدا ان احنا ننقلها بره، وكان الحمد لله لينا طبعا الشرف ان فرع الجزيره طبعا هو اللي يستضيفها في مركز شباب الجزيره. يمكن حتى هناك الناس بصراحه متعاونين معانا جدا جدا. البطوله دي بيشارك فيها 40 فرقه، احنا شغالين دوري من دور واحد، عاملين متقسمين مجموعات على 8 اسابيع. عندنا طبعا يعني كميه لعيبه غير طبيعيه، احنا عندنا في عدد المشاركين اللاعبين اللي موجودين في الاكاديميه كلها حوالي 1200 لعيب، فطبعا ده رقم غير طبيعي في البراعم انك انت تستضيفهم في يوم واحد، فطبعا بيبقى حجم مسؤوليه. بس دايما النادي الاهلي يؤدي المسؤوليه دايما وبيعلم الناس دايما قد ايه هم بيتحملوا المسؤوليه. والحمد لله النهارده حتى الفرق المشاركه بتاع اكاديميه النادي الاهلي النهارده كلها يعني ما شاء الله النتائج كلها ايجابيه، فاحنا محضرين البطوله دي بقى لنا دلوقتي اكتر من شهر. الناحيه التنظيميه احنا عندنا 6 لجان علشان نقدر نطلع بالشكل والمستوى ده. في لجنه مسؤوله عن الحكام، لجنه مسؤوله عن المسابقات، لجنه مسؤوله عن اللجنه الفنيه، في لجنه مسؤوله عن التنظيم. فلا بصراحه يعني ده كان يعني بتعليمات كابتن شطه يمكن والاجتماع احنا اصفر كذا اجتماع، حتى كان اخر اجتماع كان اول امبارح مع كابتن شطه، ان احنا بنعمل الاجتماع ده ان احنا في الاخر احنا بنمثل النادي الاهلي، فلازم يطلع التنظيم اكثر من رائع عشان دايما النادي الاهلي معودنا على كده. بشكر رئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب اللي هو مدي فرصه للاكاديميات، كل اللعيبه بتتشاف والحمد لله. طبعا كابتن رامي طبعا عامل معانا مجهود عالي بصراحه، والحمد لله طبعا التنظيم رائع جدا، يعتبر دي اكبر بطوله داخل النادي الاهلي بتقام خارج النادي الاهلي بمركز شباب الجزيره، والحمد لله يعني التنظيم عالي والبطوله ما شاء الله الناس كلها مبسوطه، وكل الفرق وكل المدربين المشاركين في داخل البطوله بيتشكروا بصراحه يعني على التنظيم الرائع، والحمد لله الناس كلها مبسوطه. وطبعا اول حاجه طبعا بشكر اللاعبين، وبشكر طبعا كابتن اسلام معانا مدير فني، وكل اللعيبه بصراحه ادوا مستوى رائع في الملعب، والحمد لله النهارده كسبنا وان شاء الله البطوله لينا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، احنا تحت امر الفروع كلها، الفرق كلها، الناس كلها جايه منظمه، جايه عارفه هي بتلعب من خلال الجدول اللي معاها. احنا كمان بنساعدهم ندخل الملعب، ملعب واحد او ملعب اثنين او ملعب ثلاثه او ملعب اربعه، بنوفر لهم كل الامكانيات اللي هم عايزينها، مش سايبين ولا فرقه، انا وزميلي كابتن محمد سلامه الاداري، وتحت امر المدربين كلها في اي ادوات هم عايزينها او اي اجراءات اداريه داخل الدوره. بطوله كابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه يعني تنظيم اكتر من رائع، اول بطوله خارج النادي الاهلي في مركز شباب الجزيره تحت رئيس اللجنه كابتن عبد المنعم شطه، مدير جهاز الاكاديميات كابتن فوزي سكوتي، كابتن ياسر ريان، كابتن محسن صالح، كابتن عبد الحفيظ، قايم بدور اكثر من رائع بامانه، مش سايب اي حد خالص يعني. حابب اشكر كل الناس، بطوله اول يوم في الافتتاح، التنظيم رائع، فحابب اشكر كل الناس خصوصا كابتن رامي مش سايب اي حد خالص، الاجهزه الفنيه كلها، الفرق كلها، كابتن محمد عبد الوهاب يعني من اللعيبه اللي هي يعني ادت للنادي الاهلي كتير قوي ليها، فحابب اشكر كل الناس كلها، وربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسامحه ويجعله في ميزان حسناته يا رب. والله احنا طبعا بنشكر النادي الاهلي دايما، النادي الاهلي ما بينساش ابنائه، النادي الاهلي دايما بيقف ورا اولاده، والحمد لله والشكر لله. يمكن بطوله رائعه جدا باسم الكابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، قدم كتير للنادي الاهلي، توفاه الله طبعا من اللعيبه اللي فعلا اثروا مع النادي الاهلي ومنتخب مصر، بنشكره طبعا ونقول له الله يرحمك وفي الجنه ان شاء الله باذن الله. عايز طبعا اشكر اداره النادي الاهلي وكابتن عبد المنعم شطه وكابتن رامي عبد الحفيظ عن اداره
البطولة دي. بطولة طبعا جميلة جدا، بطولة فيها عدد أكاديميات كبير، حوالي 40 أكاديمية متواجدة. يمكن لأول مرة في بطولات النادي الأهلي معنا أكاديمية إسباير من السودان، يمكن عملنا لهم دعوة وجم حضروا معنا هنا. طبعا ده برضو بيساعد على إن احنا بنتفرج عليهم أكتر، بنشوف الأولاد. طبعا قطاع الناشئين بتاع النادي الأهلي دايما دايما بيبص على الولاد، ودي هدف البطولة وهدف دوري الأكاديميات جوه النادي الأهلي. نشكر عليه النادي الأهلي وبنشكر عليه الأندية في مصر إن هم ابتدوا يبصوا على الأولاد في الأكاديميات. احنا بنشوف الأولاد كتير جدا، عندنا لعيبة مميزة جدا، بس للأسف مفيش نظرة عليهم. احنا دايما بنجري على الاختبارات. البطولات دي بتطلع فينا اللعيبة إن شاء الله تبقى لقطاعات الناشئين ومن ثم المنتخب مصر إن شاء الله بإذن الله.